السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا ودرس جديد من دروس دورة الربح من مواقع CBA. معكم يوسف أحمد. في الدروس اللي فاتت شرحنا يعني إيه مواقع CBA وإزاي أربح مقابل نشر العروض واستكمال المشاهد للعروض دي، وكنا شرحنا موقعين مهمين جدا من مواقع CBA وهما موقع CBA جريب وموقع CBA ليد، واللي هتلاقي الروابط بتاعتهم موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. النهاردة هنتكلم عن موقع قوي جدا ويعتبر من أقوى مواقع الربح من CBA، وهو موقع أدميتاد. واللي بيخليني أقول عليه إنه موقع قوي إن هو بيجمع بين ستيم، أول حاجة إن هو بيجمع بين الربح من CBA وكمان الربح عن طريق التسويق بالعمولة. بس قبل ما نبدأ وتحفيزا لنا، يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي، وكمان فعل زر الجرس عشان يجي لك اشعار بكل الفيديوهات الخاصة بالربح بمجرد رفعها على القناة. موقع ادميتاد موقع قوي جدا وليه من المصداقية ما يكفي عشان تشترك فيه، وقلنا قبل كده ان هو بيتميز بميزة مهمة جدا، وهو انه بيجمع بين الربح من CBA وكمان الربح من التسويق بالعمولة، وده لأن الموقع بيحتوي على أفضل الشركات العالمية وبتعمل كمعلنين في الموقع زي علي إكسبريس وجير بيست وسو. وكمان في ميزة في الموقع اللي هي سهولة القبول في الموقع عن طريق البيانات الشخصية وشوية تأكيدات بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، بس بيبقى فيه شرط واحد بسيط لقبولك في موقع أدميتاد. الشرط هو إن لازم يكون عندك مصدر أو كيان تقوم باستخدامه لتسويق العروض الخاصة بموقع أدميتاد. زي إيه المصادر أو الكيان ده؟ هنقول مثلا إن يكون عندك موقع أو مدونة بلوجر أو قناة يوتيوب أو حتى حساب على مواقع للتواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، بس طبعا أفضل إن يكون ليك موقع أو مدونة. أظن الشرط ده أصبح سهل. فلو عايز تنشئ مدونة بلوجر من الألف إلى الياء هتلاقي الرابط موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان لو عايز تنشئ قناة يوتيوب من الألف للياء هتلاقي الرابط الخاص بكيفية إنشاء قناة يوتيوب من الصفر موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. يلا هنشوف هنسجل إزاي في موقع أدميتاد عشان تبدأ التسويق والربح مباشرة بمجرد التسجيل والقبول في الموقع. هتلاقي رابط التسجيل في الموقع موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، هتضغط عليه. زي ما انتوا شايفين دي واجهة الموقع اللي احنا شايفينها، وفي ملحوظة هامة جدا ظاهرة على واجهة الموقع، وهنا بيقول لك ان فيه ناشر ربح بس امبارح 59,000 دولار امبارح فقط، وده طبعا لازم يكون دافع ليك ان انت لو اشتغلت واجتهدت على الموقع ده اكيد هتنول ارباح كتيرة جدا. المهم عشان نسجل في الموقع بضغط على ايقون جوين اللي انت شايفها دي، بيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي. بس في حاجة لازم ناخد بالنا منها، انت هتشتغل على الموقع ده بصفتك ايه؟ طبعا احنا لازم هنشتغل على الموقع ده بصفتنا ناشر مش معلن، يعني انت ممكن تسجل في الموقع ده بشخصيتين، شخصية المعلن وده اللي هو زي المواقع زي سوق وموقع علي اكسبريس والكلام ده، لكن انت هتشتغل كناشر اللي انت بتنشر الاعلان، بتروج للاعلان، بتروج للعروض، وبناء عليه بتاخد نسبة. فلو ما ظهرتش الصفحة قدامك اللي هي بابلشر ساين اب، يعني انت داخل كناشر، ممكن تضغط عليها على ايقونة اي ام بابلشر او بابلشر من هنا، المهم تدخل على صفحة التسجيل الخاصة بالبابلشر او الناشر. والتسجيل هنا هيبقى عن طريق 3 خطوات متتالية. اول خطوة وهي استكمال اكونت انفورميشن او بيانات الحساب، مجرد ما تنتهي من الخطوة دي بتروح على الخطوة الثانية وهي الكرييت ان اد سبيس اللي هي المعلومات او البيانات الخاصة بالموقع او المدونة اللي انت هتستخدمها في نشر الروابط والعروض والتسويق لموقع ادميتاد. مجرد ما بتخلص الخطوة الثانية دي بتروح على الخطوة الثالثة وهي الكومبليت ساين اب او استكمال تسجيل الدخول او استكمال تسجيل الدخول على موقع ادميتاد، واللي فيها بيتم تأكيد بالبريد الالكتروني ورقم الهاتف، وكمان بتأكد المدونة الموقع
بانك بتاخد سكريبت من الموقع بيديهولك وتروح تحطه في التخطيط الخاص بالمدونه بتاعتك وبتعمل حفظ. نشوف بقى هنا هنسجل ازاي. اول حاجه في الاكونت انفورميشن هنا بتسجل الاسم بتاعك وهنا الاسم الثاني، هنا الاسم الاول وهنا الاسم الاخير او الاسم الثاني، وطبعا الاسم لازم يكون صحيح وباللغه الانجليزيه. بعد كده هتروح لاختيار يور ستيتس اللي هو بيبقى individual، هتسيبها زي ما هي individual عشان انت مش شركة، انت فرد لوحدك. بعد كده بتسجل الاسم الدولة بتاعتك الخاصة بيك، كل الدول موجودة هنا فانت بتختار الدولة اللي انت عايش فيها وبتضغط عليها. بعد كده بروح على يور ليفل او اللي هو مستواك، انت طبعا بيجنر فممكن تختار بيجنر او ما تختارهاش، اي حاجة مفيش اي مشكلة، مش هتفرق كتير. بعد كده بتسجل البريد الإلكتروني الخاص بيك، وطبعا لازم يكون بريد إلكتروني فعال ونشط عشان هيوصلك رسالة تأكيد وتفعيل حسابك على موقع أدميتاد على البريد الإلكتروني اللي انت هتسجله ده. بعد كده بروح على أيقونة لوجن، ودي انا بسجل فيها اسم المستخدم اللي انا هسجل بيه الدخول في الموقع، اللي هو لقب او اسم اي حاجة انت بتحطه هنا بحيث يكون اسمك في الموقع. وبعد كده بتسجل الرقم السري او الباسورد هنا وبتوافق على الشروط والاحكام، وبعد كده بتضغط على continue sign up عشان تنتقل للمرحلة الثانية في تسجيل الدخول. فانا هنا هسجل بياناتي وبعد كده هضغط على continue sign up. زي ما انتم شايفين بمجرد الضغط على continue sign up اتنقل بيا للمرحلة الثانية في مرحلة التسجيل. والمرحلة الثانية في التسجيل والخاصة بموقعك أو مدونتك أو قناتك على اليوتيوب، بحيث إنك تكتب المعلومات المطلوبة زي عنوان الموقع هنا، وهنا موضوعات الموقع بتتكلم عن إيه، فأنا هختار مثلا بلوك، وبعد كده بتضع هنا عنوان أو رابط الموقع أو المدونة الخاصة بيك، وبعد كده هنا اسم الموقع أو المدونة. بعد كده بيقول لك سيلز ريجون او المناطق او الدول اللي انت هتروج او هتعتمد عليها في ترويج العروض الخاصه بموقع ادميتاد، ويفضل الدول الاجنبيه. بعد كده بتختار حاجه اسمها كاتيجوري او تصنيفات الموقع بتاعتك، فانت هنا بتختار التصنيف الخاص بموقعك، فانا هنا اختار اونلاين سيرفيس عشان المدونه بتاعتي خاصه بالاونلاين سيرفيس. وهنا بيطلب منك معلومات حول كيفية الترويج لعروض الموقع، يعني انت هتفيدهم ازاي او هتسوق لعروضهم هنا ازاي. فانا هنا هستكمل بياناتي، طبعا هختار الويب سايت اللي هو عبارة عن مدونة، ويب سايت او مدونة هسيبها ويب سايت. وهنا الويب سايت توبيك اللي هو المواضيع هختار بلوج. بعد كده اللي هو السبيس ادريس اللي هو عنوان الموقع، فانا هحط عنوان المدونة، ده رابط عنوان المدونة اللي بيبقى مكتوب فوق هنا خاص بمدونتي. وبعد كده بتقول اد سبيس نيم اللي هو اسم الموقع، فانا هختار مثلا اكتب اسم المدونة بتاعتي يوسف احمد، وبعد كده هختار الدول اللي بتزور المدونة بتاعتي اللي هي يونايتد ستيت والسعودية وايجيبت. ممكن تختار لحد 5 دول، وبعد كده زي ما قلنا بتختار الكاتيجوري، وهنا هسيب لك الرسالة هنا اهو. فهنا انا هكتب مثلا I have several ways to promote the show. I have mailing lists and different areas and use social networking site. وبقول له انا هستخدم البلوج او المدونة بتاعتي عشان احط بانرات، وهشتغل ليل نهار عشان اوصل لهدفي. I hope to give me a chance. بعد ما اكتب الرسالة دي اللي هسيبها لك في صندوق الوصف، هتضغط على continue sign up. خلاص كده احنا اتنقلنا للخطوه الثالثه وهي الكومبليت ساين اب. بيقول لك ان ايميل ويز ان اكونت اكتيفيشن، بيقول لك في رساله وصلت للايميل بتاعك وروح اضغط عليه عشان تفعل الحساب بتاعك. فهروح دلوقتي للحساب بتاعي، انا الرساله وصلتني هنا بيقول لك تو دوز فولو ذا لينك، يعني بيقول لك اضغط هنا عشان تفعل الحساب. بيقول لك كونجراتيوليشن افتر كومبليتنج ذيس ستيب ويل بيكم ا ببلشر، مجرد ما تستكمل الخطوه دي انت يعتبر ناشر على موقع ادميتال. فهنا بيقول لك بليز نوت ذا فولوينج، بيقول لك ان الرابط ده صلاحيته 3 ايام فقط. فالمهم انا هضغط على الرابط، رابط التفعيل بتاع حسابي على موقع ادميتال، فاضغط عليها.
زي ما انت شايف هنا بقى ليك حساب على موقع ادميتاد، ومن هنا تبدأ تحقق ارباحك. بعد ما فعلنا حسابك على موقع ادميتاد عن طريق البريد الالكتروني اللي احنا لما ضغطنا على رسالة، هنا بيفتح لك صفحة جديدة بيقول لك عشان تفعل حسابك على الموقع وتبدأ تروج العروض، بيقول لك اعمل الخطوة دي ان انت بتفعل الكود ده او السكريبت ده، بتحطه في المدونة بتاعتك وتنشطه على المدونة عشان يتأكدوا ان الموقع ده بتاعك. هنا بيقول لك insert this code between head، يعني بيقول لك حط الكود ده او السكريبت ده في الهيدر تحت كلمة هيد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. فانا هاخد السكريبت ده كوبي الاول واروح على المدونة بتاعتي. زي ما احنا شايفين انا كده دخلت على المدونة بتاعتي او الموقع بتاعي اللي انا ضفته على موقع ادميتال، واروح على اعدادات المظهر، اروح على تعديل ال HTML. هنا قال لك حط السكريبت او الكود تحت الهيد. طب انا اوصل للهيد ازاي؟ بضغط على كنترول اف بيظهر لي صندوق البحث، فببحث عن هيد واضغط انتر. زي ما انت شايف جاب لي هنا الهيد اهو، فباجي بعدها واضغط على شيفت انتر اعمل مسافة واعمل لصق للكود او الرابط اللي انا جايبه من موقع ادميتاد زي ما احنا شايفين، وبضغط على حفظ المظهر. خلاص كده انا خلصت خطوة تأكيد الموقع بتاعي، فهرجع تاني لموقع الادميتاد بتاعي او حسابي على ادميتاد، بقول له هنا done and check it، يعني انا بعد ما عملت الكلام ده او الخطوة دي على موقعي او حسابي بقول له تم واتأكد انت بنفسك ان انا عملت الخطوة دي وبفعل الموقع بتاعي. فاضغط على done check it اهو، بقول لك هنا Add space validated successfully، يعني خلاص انت بقيت مشترك فعلي في موقع ادميتاد، ومن دلوقتي تقدر تسوق على موقع ادميتاد وتربح عن طريق السي بي اي او التسويق بالعمولة. دخلنا دلوقتي على الداشبورد او واجهة الموقع، موقع ادميتاد، وهنشرح ادوات الموقع او ازاي تتعامل مع الموقع. هنا بيقول لك secure your earning عشان التفعيل، بيقول لك secure your earning confirm your phone number، طبعا دي احد الوسائل الموجودة على الموقع عشان تأكيد حسابك وتأكيد فاعليته وكمان ضمان ربحك. فانا هنا هضيف رقم تليفوني بضغط عليها، فهنا هسجل رقم التليفون الخاص بيا. وبقول send code، ببعت الكود لرقم الموبايل بتاعي عشان أأكد حسابي أو امتلاكي لرقم التليفون ده. هنا بيطلب مني الكود اللي وصلني على الهاتف بتاعي، فأنا هكتبه. واضغط على confirm، زي ما احنا شايفين هضغط تحت على confirm. قول لي your phone number has been confirmed، يعني كده حسابك اتاكتف. خلاص كده احنا عملنا جميع التأكيدات لتفعيل حسابنا اللي هي باستخدام البريد الالكتروني واثبات المدونة او الموقع بتاعي وكمان تأكيد رقم الهاتف. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم عن واجهة الموقع او ادوات الموقع وازاي هتشتغل على الموقع، موقع ادميتاد، وتبدأ في تحقيق الربح على موقع ادميتاد. يلا بينا نشرح الداشبورد الخاصة بالموقع. أول حاجة هنشوفها هنا على اليمين حاجة اسمها Balance Details، ودي بيبقى فيها عبارة عن ثلاث حاجات. أول حاجة الـ Earning Today، وده الربح اليومي من الموقع. بعدها تلاقي On Hold، ودي الأرباح اللي حصلت عليها امبارح مثلا ولسه متعلقة منتظرة التأكيد من المعلن أو الشركة المعلنة اللي هتدفع لك أرباحك. تالت حاجة هتلاقيها تحت كده اسمها confirmed، ودي الأرباح الفعلية الجاهزة للسحب من حسابك عن طريق أي طريقة أنت تستخدمها زي بيبال أو ويب ماني. نيجي بقى للبي أوت. إيه هي البي أوت دي؟ البي أوت دي يعتبر ميزة مهمة جدا في موقع أدميتاد، وهي إنك تقدر تسحب أرباحك بداية من 20 دولار، وده أقل نسبة سحب أرباح موجودة في أي موقع. يعني أنت مجرد حصولك على 20 دولار ربح أولي تقدر تسحب
ربحك من الموقع. وعندك وسائل كتيرة جدا في الموقع ده انك تقدر تسحب ارباحك عن طريقها، زي الويب ماني، وعندك البيبال، وعندك الاي بيمنت، دي حاجة برضو زي البيبال، وعن طريق البنك اكاونت. وفي برضو اللي بيسعى الموقع ان هو يضيفها لوسائل الدفع اللي هي الفيزا الخاصة، الفيزا اللي هي الفيزا الخاصة ببايونير، ولكن بتعملهم شوية مشاكل وهم في الطريق لحلها. طبعا في ميعاد الدفع بيبقى الخميس او الجمعة من كل اسبوع بعد طلبك لأرباحك وتحقيق وسيلة الدفع. طبعا في ملحوظة في الموقع ده، وملحوظة مهمة جدا جدا، وهي إنك لازم تأكد رقم تليفونك على الموقع عشان يبقى الحساب مفعل وما يكونش الحساب فيك. فأنت إزاي تروح تفعل رقم هاتفك؟ بتروح على علامة الإعدادات اللي هي هنا السيتنج، بيفتح لك أيقونة، وهنا في أيقونة اسمها موبايل فون، ممكن أضغط على إيديت وأعدل الحساب وأعدل رقم الهاتف بتاعي أو أضيف رقم الحساب بتاعي. وفي طريقة تانية، وهي زيادة تأكيد حسابك على الموقع بإنك تروح على أيقونة الشات اللي موجودة دي، ويبقى اسمها سبورت، وبضغط عليها وتتحاور مع خدمة العملاء الخاصة بالموقع عشان يتأكدوا إننا أشخاص مش روبوتات. فمجرد ما الصفحة دي تفتح قدامي، بروح على Add New Ticket، هيفتح لك تيكت جديد، بتضيف هنا التوبيك اللي هو الموضوع، وهنا انا مثلا هسجله افيليت مانجر، وفي التكست ده بسجل جمله وبكتب فيها بليز بروفايد مي ان افيليت، يعني لو سمحتم ضيفوني كافيليت في الموقع. بعد ما بكتب افيليت مانجمنت وبليز بروفايد مي ان افيليت، بضيف بضغط على كرييت تيكت، بقول لك يور كامبين هاز بين سكسسفول كرييتد، وي ويل كونتاكت ويزن 24 ساعه. نرجع تاني للداشبورد الخاصة بالموقع، ونروح لأهم نقطة في فيديو النهاردة، وهي العروض الموجودة على الموقع وكيفية الاشتراك في البرامج أو العروض الموجودة في الموقع عشان يتوافق عليك، وبعد كده تبدأ تروج ليها وتبدأ تربح منها. نروح للعروض دي إزاي؟ بإننا نروح على كلمة بروجرامز بالماوس كده، بيظهر لك عدة تبويبات تحتها: ماي بروجرامز، اول بروجرامز، نيو بروجرامز. فانا طبعا مش هروح على ماي بروجرامز لانك انت يعتبر دلوقتي لسه جديد في الموقع، فمفيش اي برامج او عروض انت مشترك فيها. فبضغط على اول بروجرامز عشان يفتح لي كل العروض الموجودة على الموقع. طبعا زي ما احنا شايفين هنا فتح لي، بيقول لك وجد 306 برنامج. طبعا الداتا ديت 306 ولان هو محدد هنا السيلز ريجون او الدول اللي انت كنت محددها في اول تسجيلك. انا كنت محددها مصر والولايات المتحده الامريكيه والسعوديه، فانت هنا ممكن تغيرها لاول، فبيجيب لك هنا عدد البرامج المتاحه على الموقع، وهي 1670 برنامج تقدر تشترك فيهم بعد الموافقه، وفي منهم طبعا بيتوافق مباشره. فهنروح دلوقتي لشرح كيفيه اختيار البرنامج اللي انت هتشترك فيه وازاي تفلتر. هنا احنا هنبحث عن البرنامج اللي احنا عايزينه ان احنا نشترك فيه ونبدأ نروج ليه. فازاي بتحدد البرنامج اللي انت عايز تشترك فيه؟ بتحدد البرنامج اللي انت عايز تشترك فيه عن طريق عدة اختيارات هنا، او اللي هي الفلاتر اللي بتستخدمها على الشمال دي عشان تشوف البرامج المتاحة ليك اللي انت عايز تشترك فيها. فاول ايقونه هنا في ايقونه السيرش، وفيها بتكتب اسم البرنامج اللي انت عايز تسوق ليه لو انت عارفه بالاسم. تاني ايقونه وهي السيلز ريجون، ودي المناطق اللي انت اخترتها في اول تسجيلك للحساب، وبتعرض البرامج المتوفره للدول دي. فانا هنا ممكن اغيرها او ممكن احدد دوله، يعني مثلا لو اخترت ايجيبت هيجيب لي كل البرامج المفعله على مواقع مصر، او ان اي حد من مصر يقدر يشترك فيها وانت تقدر تسوق ليها. ولو اخترت اول فهيجيب لك كل العروض المتاحه في كل الدول. بعد كده في ايقونه اسمها اكشن تايب، واللي لو فتحتها بيجيب لك ليد وسيل او اول. نفتكر كده ان احنا قلنا في اول الفيديو ان ميزه موقع ادميتاد انه موقع سي بي اي وكمان موقع تسويق بالعموله، يعني بيجمع بين الربح من سي بي اي وكمان الربح عن طريق تسويق بالعموله. فانت هنا لو اخترت الليد يبقى انت كده هتربح مقابل البرامج اللي انت بتاخد الزائر ليها عشان يسجل فيها او يضغط عليها، وهنا انت بتربح عن طريق السي بي اي. طيب لو اخترت سيل
فانت كده بتشتغل على حاجه اسمها التسويق بالعموله، فمجرد الزائر ما يشتري السلعه انت بتبدا تحقق ربحك بنسبه معينه، بيبقى البرنامج متحدد فيها نسبه ربحك وهنشوف دلوقتي. فانت هنا بتختار اللي انت عايزه، لو انت عايز تربح عن طريق السي بي اي او عن طريق التسويق بالعموله، فبتحدد لو اتضغطت على ليد فبيجيب لك كل البرامج اللي ينطبق عليها عروض سي بي اي اللي هي كليك او الكلام ده، او تختار اللي هي السيل فبيبدا يجيب لك العروض او البرامج اللي انت بتربح عن طريق بيعها الزائر اللي بيدخل على موقعك. وتحت الاكشن تايب في عده اختيارات، اول اختيار اللي هو الاكسكلوسيف بروجرام والانديفيديوال تيرمز، ودي بيبقى ليها برامج تابعه لمعلنين وشركات معتمده، ولازم عشان تشترك فيها بتاخد وقت عشان يتوافق عليك انك تشترك فيها وتبدا تروج ليها وبتبدا تربح عن طريقها. تحتيها هتلاقي الاوتو اكسبت، ودي لو حددتها وعملت سيرش، لو حددتها زي ما انت شايف بيجيب لك كل البرامج اللي بيتوافق عليها تلقائيا، يعني ده برنامج بيتوافق عليه تلقائي بدون ما انت بتحتاج ان حد يوافق عليها او اداره الموقع يوافق عليك انك تنضم كافلييت او كناشر للبرنامج ده. في ايقونه تحت اسمها نوت جوين، وهنا بيجيب لك كل البرامج الموجوده على الموقع واللي انت لسه ما اشتركتش فيها، بحيث ان تشوف اذا كنت عايز تشترك فيها او لا. تنزل تحت شويه هتلاقي الادفيرتايزر كاتيجوري، وهو عباره عن تصنيف للعروض او البرامج اللي حابب تنضم ليها، يعني عباره عن عروض اونلاين شوبز او اونلاين سيرفيس، اي برامج خاصه بالموبايل اوفرز، اي برامج خاصه بالترافل، اي برامج خاصه بالمواد اللي هي للكبار فقط. فانت بتختار اي تصنيف انت عايزه، فانا لو مثلا ضغطت على اونلاين سيرفيس بيجيب لي كل البرامج الخاصه بالاونلاين سيرفيس وتبدا تشترك فيها وتبدا تروج للعروض دي. بعد كده في حاجه اسمها الترافيك سورس، ودي ممكن تحدد منها نوع الجمهور اللي بيوصل لموقعك، يعني انت لو بتعتمد على قناه يوتيوب هختار يوتيوب شانل زي ما احنا شايفين تحت كده، يوتيوب شانل. كده احنا عرفنا ازاي نفلتر العروض او البرامج الموجودة في الداشبورد في موقع ادميتاد عشان تشترك فيها وتقدر تربح منها. نروح بقى لنقطة بعد كده، وهي ازاي اشترك في البرامج الموجودة في الموقع، وايه هي المعلومات اللي لازم اعرفها عن البرنامج عشان اكون عارف ربحي منين واقدر اروج او اعلن عن البرنامج بصورة صحيحة عشان تكون ارباحي اعلى. هبدأ الشرح على برامج اللي هي الاوتو اكسبت، واللي مجرد ما هضغط اشتراك عليها هيتم الموافقة ليا اني ابدأ اعلن عن البرامج دي. فانا هختار برنامج مثلا بانجود واشوف ايه المعلومات اللي هو بيعرضها. هنا بيفتح لي كل المعلومات الخاصة بالبرنامج، هنا الاي بي سي او effective cost بير كليك، يعني الدفع مقابل اي زائر يضغط هيربح 1 دولار. بعد كده هلاقي الكونفرشن ريت والكونفرشن ريت لل 24 ساعة اللي فاتوا. بعد كده هلاقي الابروفال ريت 94%، يعني كمية المبيعات اللي بيتم الموافقة عليها من قبل المعلن. وطبعا كلما زادت كلما كان البرنامج اللي هتشترك فيه ده اكثر امانا وثقة انك تشترك فيه. انما لو قل مثلا ل 50% وكان بيدفع لك مثلا 20% من قيمة البرنامج، فبرضه ما تصدقش البرنامج ده لان مصداقيته بتبقى قليله، لان الموقع اللي الابروفال بتاعه او الابروفال ريت بتاعه قليل وبيصل ل 50% ممكن يعمل كانسليشن لنص المبيعات بتاعتك، فما عندوش مانع انه يديلك ربح 20% ويلغي النص بتاع المبيعات التانية. في حاجة تانية اسمها افريج هولد تايم، وفيه الوقت الكلي اللي بيتحدد فيه مصير ارباحك، يعني خلال مدة 24 يوم هنا بيكون اتحدد ارباحك دي كونفيرمد ولا مش كونفيرمد، ولو مش كونفيرمد فايه السبب المتاح. هنا في حاجة اسمها كوكيز لايف تايم، وده انه بيضمن لك خلال 30 يوم من اشتراك الزائر او ضغط الزائر على اللينك بتاعه او ضغط الزائر على اللينك بتاعك انه في اي وقت يشتري خلال ال 30 يوم ده انت بتربح كربح للمبيعة اللي هو اشترى منها. ننزل للبروجرام ريفيو، ودي فيها كل الداتا او المعلومات الخاصة، يعني لو انت هتعمل كامبين او حملة اعلانية وفيها كلمات مفتاحية هتلاقيها هنا، ولو فيها نيجاتيف كي وورد برضو هتلاقيها هنا، فهنا كل الداتا اللي انت عايزها عن البرنامج. في تالت حاجة اسمها نيوز،
ودي فيها كل الأخبار أو التحديثات الخاصة بالبرنامج اللي أنت هتشترك فيه. يعني هو بيقول لك هنا هيبقى فيه أوفر 10%، وهنا في البلاك فرايداي ديسكاونت 8%، ده كان ميعاده مثلا من 22 نوفمبر. بعد كده في أيقونة رولز بضغط عليها بيظهر لك حاجة اسمها الترافيك سورس، وده بيجيب لك كل الترافيكز المسموح بيها أو اللي مش مسموح بيها، واللي تقدر تنشر عليها الروابط الخاص بالبرنامج ده. يعني هنا بيقول لك مسموح لك في مواقع الكاش باك، مسموح لك في مواقع البوب اب اند كليك اندر، يعني الاعلانات اللي هي الاعلانات المبصقه تقدر تروج عليها. في موجود الايميل ماركتنج، يعني تستهدف الايميلات برضو مسموح بيها. في السوشيال ميديا تقدر تربح، تقدر تروج للرابط الخاص بالبرنامج ده على السوشيال ميديا. للأسف موجود هنا الترويج ليه على المواقع الأدلت أو المواقع الإباحية. تقدر برضو تستغل قناة اليوتيوب بإنك تعمل مثلا ريفيو عن بريفيوهات أو ريفيو عن سلعة معينة في اليوتيوب، فتعمل فيديو كامل وتشرح فيه البرنامج ده، وتبدأ تحط فيه اللينكات الخاصة بيك على موقع أدميتات، واللي يقدر الزائر يشتري عن طريق الرابط بتاعك ده. تنزل تحت تلاقي حاجة اسمها ريت بتاع البرنامج، ودي نسبة أرباحك. يعني أنت لو بعت مثلا السلعة دي أو البرنامج دي بقيمة 100 دولار، فأنت هتربح 6 دولار من البرنامج. نزل تحت حاجة تانية اسمها ريجونز، ودي بتبقى المواقع المسموح بيها انك تروج البرنامج ده وتربح عن طريق الزوار من الدول دي. فعندك مثلا يونايتد عرب امارات، عندك الامارات، وعندك افغانستان، وعندك البانيا وانجولا، كل الدول دي تقدر تستهدفها عشان تربح عن طريق البرنامج ده. وبعد ما بفحص كل المعلومات الخاصة بالبرنامج واشوفها كويسة ومناسبة معايا، بضغط على جوين عشان اشترك في البرنامج. فبيجيب لي شوية داتا او معلومات، ويشوف الترافيك بتاعها. يعني الترافيك هنا مسموح بالكاش باك والبوب اندر والايميل ماركتينج، ومتاح ليه برضو لليوتيوب تشانل، ممكن اسوق عن طريق اليوتيوب. بعد كده بوافق على الشروط والاحكام وبضغط على جوين. بقول لك هنا ابلكيشن سكسسفلي فيلد، يعني انت دلوقتي تقدر تروج للبرنامج ده في اي وقت. مجرد الموافقة على اشتراكك في البرنامج بيظهر لك، وده الافلييت بتاع البرنامج او الرابط بتاع البرنامج اللي تبدأ تسوق ليه وتنشره. ممكن مثلا انشره على الفيسبوك لو متاح لي، في السوشيال ميديا انشره على المنتديات، ومجرد الضغط عليه أبدأ احقق ارباحي. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، وعرفنا فيه كل حاجة عن موقع أدميتاد وإيه مميزاته وإزاي أسجل فيه، وكمان عرفنا مكونات الموقع وإنك تتعامل إزاي مع الموقع، وعرفنا كيفية اختيار العروض أو البرامج في الموقع عشان تبدأ تنشرها وتروج ليها. وياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تضغط على زر اشتراك القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك جميع اشعارات الخاصة بالفيديوهات بتاعتنا بمجرد رفعها على القناة. انتظرونا في الفيديوهات القادمة واستراتيجيات الربح من مواقع CBA وكمان مواقع التسويق بالعمولة، واشوفكم على خير والى اللقاء.